الينا واحد من نجوم نادي الاهلي السابقين الكابتن محمد حشيش. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا مريهان. صباح الفل عليك يا كابتن، ومنورنا طبعا في صباح اون تايم. وكنا بنتكلم انا ومريهان دلوقتي عن حبيبي يا كابتن، عن ثلاث جولات خلاص بتوقف، وشفنا يمكن كل الفرق، اكيد تابعت كل الفرق اللي موجوده، موسم مختلف يا كابتن محمد، واكيد في تفاصيل كتيره قوي. يعني بعد ثلاث جولات بتنتهي، شايف الموضوع ازاي، وشايف الموسم ده بادئ بدايه عامله ازاي؟ طبعا لا شك السنه دي موسم قوي، فرق قويه بادئه من اول اسبوع، مباريات قويه جدا بدليل السكور العالي في طبعا الاسبوع الاولاني والثاني. ما فيش دلوقتي فرقه ضعيفه وفرقه قويه. صحيح. كل الفرق على مستوى واحد، عملوا تدعيمات قويه جدا جدا، شركات كبيره دخلت بانديه، غيرت شكل طبعا الدوري بالانديه الشعبيه. كل ماذا انت عارف، احنا قلنا الكلام ده من حوالي 10 15 سنه، ان الدوري بعد كده هيبقى شكله مختلف، وحذرنا الانديه الشعبيه قبل كده، وقلنا لازم يا جماعه تحاولوا تدوروا على اي طريقه للتمويل، عشان مش هتقدروا بعد كده تقفوا قدام الشركات القويه. ودلوقتي يعني شفنا الكلام ده اتحقق بدخول شركات كتيره، غير طبعا انديه المؤسسات اللي بدات من قبل كده. هنرجع تاني للدوري، ماتشات قويه، انديه لسه طالعه من الممتاز به ومحققه طبعا نتائج كبيره. طبعا يمكن مباراه الاهلي والزمالك هي، او الزمالك والاهلي هي اللي غطت على الاسابيع اللي فاتت، لان اول مره يبقى مباراه اهلي وزمالك في البدايه. احنا عارفين ان قبل كده كان دايما بياجلوا مباراه اهلي وزمالك للاخر. صح. المره دي المباراه كانت مختلفه في الاسبوع الثالث في البدايه، لسه مفيش اي حاجه اتضحت خالص، مفيش لسه فارق في النقاط، الاثنين متساويين. كذلك برضو السنه دي مباراه الاهلي والزمالك كانت جديده شويه بعوده الجماهير. طبعا جماهير رجعت تاني، وان كانت طبعا الف والف من الجمهورين، انما انت عارف يعني الالف واحد من الاهلي او الالف واحد من الزمالك بيعملوا يعني حماس كبير. أكيد. طبعا لفرقهم، فده اللي يمكن كان مخلي المباراه مختلفه الدوري ده، واحداث حتى كمان المباراه كانت مختلفه، رجعتنا شويه للسكور العالي اللي ما بيحصلش كتير في مباريات اهلي وزمالك، اللي يمكن اخر حاجه كان من حوالي 20 سنه مثلا 6-1 بتاع النادي الاهلي، وكانت مباراه قويه وممتعه يعني. طيب كابتن محمد، خليني اسال حضرتك برضو على يعني مع انطلاقه الدوري شايفين سمات كتيره ليها، ولكن برضو اللعيبه الافارقه والصفقات الخاصه بالنسبه لاكثر من نادي باينه جدا وسايبه بصمتها، ويعني عدد التهديف اللي بيجي من قبل المهاجمين الافارقه كبير جدا جدا، فبرضو يعني عايزه اعرف تعليق حضرتك على الموضوع ده بشكل عام. هو مقلق بالنسبه لنا مع منتخب مصر ان احنا بنشوف اكتر العناصر المحليه او يعني في الدوري المحلي الاعتماد على الأفارقة بشكل أكبر، بس تعليق حضرتك بشكل عام على النقطة دي. هو طبعا المحترفين يعني موجودين في كل الدوريات، حتى أكبر دوريات الدوري الإنجليزي مليان طبعا محترفين. الظاهرة دي ابتدت في مصر من يعني فترة كبيرة قوي، يمكن أول أندية بدأتها نادي المقاولين العرب اللي كان عنده محترفين على مستوى عالي، وابتدى يلفت نظر الحقيقه يعني الانديه المصريه على المحترفين. ابتدت بقى خلال الفتره اللي فاتت تزداد الى ان وصلت الى الذروه السنه دي. شايفين محترفين كتير جدا جدا من جنسيات مختلفه، سواء افارقه او عرب او امريكا الجنوبيه، يعني شايفين تنوع كمان. والاحسن من كده ان فعلا مستويات قويه ابتدت تبقى موجوده، مش مجرد بس محترف افريقي زي ما كان بيحصل قبل. صحيح. كده ناس بتروح تجيب ناس افارقه مش على المستوى، دلوقتي الافارقه على مستوى عالي جدا جدا، حتى العرب يعني شايفين اللعيبه التوانسه دلوقتي برضو والمغاربه على اعلى مستوى. ده بيقوي طبعا الدوري المصري، هو طبعا بياخد اماكن طبعا اللعيبه المصريه اللي زي ما انت بتقول يا مريان بتاثر على
المنتخب القومي. بس لا شك المنافسة هي اللي بتخلق المستوى، يعني عايزين ناخدها من الجانب الإيجابي شوية، إن اللي موجود لاعب محترف في الفرقة في مكاني لازم أنا أبذل مجهود أقوى أو مجهود كبير جدا عشان أوصل للمستوى اللي أهلني أنا ألعب، وبالتالي المنافسات دي هي اللي هتعلي بالمستوى. يعني كابتن محمد، الانديه يمكن لو بصينا لجدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء 3 جولات، شايفين غزل المحله في المركز الثالث، البنك الاهلي في المركز الرابع، بيراميدز في المركز الثاني. هل الانديه سواء غزل المحله مع كابتن محمد عوده، البنك الاهلي مع كابتن خالد جلال، هل الانديه دي ممكن تقدر تكمل بنفس الترتيب بنفس الشكل اللي بدات بيه الدوري، ولا هيحصل تغيرات بعد التوقف وبعد رجوع الدوري مره ثانيه؟ بص، بطولة الدوري العام بالتحديد عايزة نفس طويل، عايزة أندية يكون عندها كم كبير من اللعيبة عشان تقدر تستحمل طول الموسم وضغوط المباريات. مفيش أي إصابة، أي إصابة ممكن تأثر، غياب أي نجم من الفرقة ممكن يأثر، فعايز عدد كبير من اللعيبة على مستوى عالي عشان يقدر يكمل. وده اللي يعني مخلي الفترة الأخيرة الحقيقة النادي الأهلي في خلال الثلاث مباريات الأخيرة إن هو يبان بمستوى عالي، على عشان طبعا التدعيمات اللي جابوها، وعشان رجوع المصابين طبعا غير السنه اللي فاتت، احنا كنا بنقول مستشفى النادي الاهلي، ورجوع المعارين طبعا زي عمار وزي احمد عبد القادر، اللعيبه دي كلها يعني هتزود الاعداد في النادي الاهلي، وبالتالي هتخليها دكه قويه، دكه النادي الاهلي قويه. وشفنا الحقيقه المباريات الثلاثه اللي فاتت قد ايه الدكه اثرت في المستوى ونتيجة الفريق في خلال الثلاث ماتشات في الأسابيع الثلاثة اللي فاتوا العلامة الكاملة. أعتقد أن الأندية اللي لسه طالعة والأندية الصغيرة شوية ممكن تعاني بعد كده من يعني قلة اللعيبة عندها، فممكن تأثر في نتائج مبارياتها. دلوقتي مش باين عشان لسه كله فريش ولسه الحمل والإجهاد ما بانش يعني. طيب كابتن محمد، برضو خلينا نسألك، بعد 3 جولات النادي اللي انت متفاجئ بأدائه او يعني أدائه بالنسبة لك مرضي على المستوى ان هو جيد، وفريق تاني انت متفاجئ بأدائه على المستوى السلبي؟ والله بص، في اكتر من فريق يعني فيوتشر طبعا عامل مباريات كويسه، سيراميكا عامل مباريات كويسه، البنك صحيح. الاهلي كمان بالتحديد بادئ بدايه كويسه. يعني لسه برضو انت عارفه ما نقدرش نحكم اكتر، زي ما بقول لك الاستمراريه هي المهمه. بالزبط. يعني ممكن يحصل مثلا طفره في الاداء نتيجه ان انا قابلت مثلا منافس اضعف او مش في حالته، انما بيبان ما في يعني المستوى العالي دايما بيتحكم عليه بالاستمراريه. فانا اعتقد ان ممكن ده يبان مثلا بعد الاسبوع السادس او السابع، يبان اكتر من كده يعني، انما هو دوري مبشر بالخير، مستويات قويه، فرق كبيره، كنا بنشوف قبل كده حتى اللي طالع من الدوري الممتاز بيفضل شويه يعاني عشان برضو ما عندوش لعيبه وما عندوش خبرات. لا، الفرق دي جمعت لعيبه خبرات في الدوري الممتاز، ما تحسيش انها فرقه غريبه عن الدوري الممتاز، وبالتالي ده هيصعب طبعا مهمه الفرق الكبيره. والواضح ان السنه دي برضو هيكون موجود ان المنافسه على اللقب ممكن تزيد من اكتر من نادي، مش هتبقى قاصره على اهلي وزمالك، لا هتبقى اهلي وزمالك وبيراميدز، ممكن فريق تاني يخش او ثالث او رابع، وده يعني اللي ان شاء الله هيدي للدوري طعم كويس يعني. كابتن محمد، بدايات يمكن غير موفقه لبعض الانديه، وممكن منهم الانديه الجماهيريه زي المصري البورسعيدي وزي النادي الاسماعيلي، دول اتنين من الانديه اللي كانت بداياتهم غير موفقه. هنا كابتن طلعت يوسف اللي خلاص بيرحل عن النادي الاسماعيلي، وهنا معين الشعباني اللي لسه ما قدمش اوراق اعتماده مع النادي المصري البورسعيدي حتى الان، ولكن مديرين فنيين موجودين كتير دلوقتي في الدوري المصري، بتكلم في كابتن مجدي عبد العاطي، كابتن علي ماهر، كابتن حسام حسن، شايف ويمكن كمان استقالات تمت بعد الاسبوع الثالث منهم، كابتن عبد الحميد بسيوني وكابتن علاء نوح مع
إسترن كومباني، شايف الفكر ده ازاي، وشايف فكره المديرين الفنيين اللي بقوا موجودين دلوقتي في الدوري المصري بعيدا عن اللعيبه او بعيدا عن الانديه اللي ظهرت بشكل كبير في بعد نهايه الاسبوع الثالث؟ بص، احنا لو هنتكلم على الانديه الشعبيه الكبيره زي انديه الاسماعيلي والمصري اللي ظهرت بمستويات يعني مش كويسه في بدايه الاسابيع الثلاثه بدايه الدوري، ارجع للاداره، ادارات الانديه. شايفين اداره النادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت كان في مشاكل كتيره، مفيش استقرار، ادت الى تغيير مدربين كتير، نتائج كانتش كويسه لغايه مع ايهاب جلال جه شويه قدر يخلي النادي الاسماعيلي يبقى في الممتاز. بعد مكان نادي الاسماعيلي من ضمن الثلاثة المنافسين على بطولة الدوري عصور كتيرة جدا. لو هنشوف حتى النادي المصري، نادي المصري السنة اللي فاتت كانت الإدارة كويسة في البداية، وكان في مجلس إدارة مستقر، وكان في إمكانيات. شفنا منافسة كبيرة للنادي المصري لغاية آخر لحظة، ومباريات يعني قوية جدا جدا. اللي حصل السنة دي، وشفنا يمكن الناس كلها عارفة اللي حصل في الانتخابات وبداية الانتخابات والترشيحات والكلام ده، كل ده أثر على يعني نادي المصري. التمويل طبعا فارق جدا جدا، حقوق اللعيبة والمرتبات والعقود والكلام ده، كل ده بيأثر على اللعيبة. دلوقتي الكرة اختلفت عن زمان، دلوقتي الكرة احتراف، المادة مهمة جدا جدا بالنسبة للعيبة، بتأثر جدا جدا في العقود بتاعتهم واستقرارهم ومرتباتهم، دي بتنعكس 100%. مش هنقول زي الاول بقى زي زمان والانتماء وانا النادي بحبه وانا كذا وكده كده احنا ما بناخدش فلوس، لا، الدنيا اتغيرت. ولازم كل الفرق والدنيا والادارات، مجالس الادارات والانديه تتفهم الوضع ده، ان الكوره بقت اولا قوه فلوس، استثمار عالي جدا جدا، واكبر مثل الانديه اللي ما سمعناش عنها حاجه وابتدت تخش في الصوره يعني. طيب كابتن محمد، برضو خليني اسال حضرتك، بما ان كان يحيى لسه بيتكلم معاك وحضرتك طبعا ذكرته، يعني منظومه التدريب في الدوري المصري بعد ثلاث اسابيع، اكتر من مدرب ممكن يكون عندهم مشاكل وممكن يكونوا بيتغيروا، واكتر من اسم هم المتكررين كل سنه بنشوفهم في الدوري المصري مع اختلاف النادي اللي هم بيتولوا القياده الفنيه فيه، راي حضرتك في النقطه دي من حيث هل احنا كدوري مصري محتاجين نكون بنصدر مدربين محليين وغير محليين بشكل اكبر، اكتر برضو من مدرب اجنبي يعني بيجي الدوري المصري بس هو كان بيمرن قبل كده نادي تاني او كان بيمرن نفس النادي، فحتى نقطه ان انت تكون بتجيب مدرب اجنبي انت برضو بتعتمد على نفس العناصر الاجنبيه اللي انت كنت بتعتمد عليها قبل كده، اعتقد نقطه غريبه بنشوفها في الدوري المصري بالتحديد. يعني اسوأ حاجه في الدوري المصري هو تغيير المدربين والسرعة في تغيير المدربين، ودي ظهرت خلال السنين اللي فاتوا. بنشوف يمكن أكثر من 15 مدرب في فرقة بيتغيروا، بيروح يعني كمان يا ريت بيبطلوا مثلا وبيقعدوا في البيت لغاية الموسم اللي بعده، لا ده هم كمان يعني بيسيب النادي ده بيروحوا لفريق تاني وممكن فريق تالت في نفس السنة وفي نفس الموسم. طبعا الكلام ده كله يعني غلط، وده برضو هنرجعه للإدارات. إدارات الأندية بتبقى إدارات ضعيفة غير قادرة على تقييم اللعيب، سواء تقييمه من قبل ما يجي إنها تختار صح طبعًا. الأنسب ليها مش شرط على فكرة يكون مدرب كويس قوي، لا، أنا عايز أشوف المدرب اللي هو يحقق لي أهدافي. هل أنا عايز أخد بطولة؟ هل أنا عايز أبقى في المنطقة الدافية؟ هل أنا عايز أعمل فرقة جديدة تلعب لغاية 3-4 مواسم قادمة؟ الأهداف دي كلها لازم تتبلور في مدرب يكون على قد هذه الأهداف. الاختيارات بتبقى غلط، كله بيبقى متخوف عشان ما عندوش خبرة ان هو يختار، فبيجيب الاسم المعروف، الاسم اللي كان ماشي السنة اللي فات كويس، هو ده اللي بيجيبه بغض النظر على الكلام اللي انا قلته. وعشان كده اول ما بيحصل اخفاق اول ماتش او تاني ماتش بنشوف قرارات على طول، لا غير وهات التاني اللي كان ماشي كويس. صحيح. وهي حلقة
بين مجالس الادارات والمدربين 10 12 مدرب هم الحلقه دايره بينهم ما بين هنا وما بين هنا وما بين هنا. اتحاد الكره طلع قال لك لا ما ينفعش ان المدرب يمسك اكتر من فرقه وبيتحايلوا على الموضوع ده عشان يقضوا على الظاهره دي. الظاهره دي لازم يا جماعه ترجع من مجالس الادارات. مجالس الادارات تبقى واعيه وقادره على انها تختار مدربين كويسين، وده هيرجعنا للجمعيه العموميه. لما تيجي تختار مجالس ادارات انديه واحنا في وقت الانتخابات في كل الانديه والاتحادات، لازم الاختيار ده يبقى اختيار، لان دي امانه، لازم اختيار يبقى على مستوى عالي، لان ده هياثر على ناديك وعلى فرقه الكره بتاعتك وعلى القطاع بتاعك كله الرياضي. يعني كابتن محمد، بمناسبه الاختيارات هتخليني اروح لمنتخب مصر واختيارات كارلوس كيروش لقائمه منتخبنا الوطني ان شاء الله لمباراتين مهمين جدا سواء انجولا او الجابون ان شاء الله. شايف اختيارات كيروش ازاي؟ ومن الواضح هو عنده فكر مختلف، وفي اكتر من لاعب بينضم، بيرجع مره ثانيه قفشه وشريف، بيخرج زيزو، طارق حامد، رمضان صبحي، بنشوف امام عاشور، بنشوف محمد ياسين من البنك الاهلي، اسامي جديده على قائمه منتخبنا الوطني. راي حضرتك ايه في اختيارات كيروش لعناصر الدوري المصري، وكان ابرزهم احمد ياسين طبعا لاعب البنك الاهلي؟ بص، هو الراجل ده واضح ان هو له الدماغ لوحده كده، اسلوب مختلف يمكن احنا ما اعتدناش عليه خلال تعاملاتنا مع المدربين الاجانب. هو بيتصرف من قناعاته الشخصيه، واختياره بيبقى مبني على كل فتره، يعني مش عدد ثابت، حوالي 25 او 30 ما بيتغيروش. صحيح. وماشيين معاه باستمرار، ممكن واحد يقل واحد يزيد، لا هو كل مره بيختار وبيعمل لنا مفاجآت زي ما تفاجئنا المره اللي فاتت بالاختيار. ويمكن ده كان حديث الساعه وقتها، هو عدم وجود قفشه ومحمد شريف. والراجل الحقيقه زي ما يكونوا كانوا مستنيين له، طبعا السكاكين كانت مستنيه يشوفوا نتيجه مباراه طبعا او مباراتين بتوع ليبيا. انما الحقيقه طبعا الراجل عدى بيهم البر الامان، وكانوا على يعني مستوى اكيد اسعدنا كلنا سواء في النتيجه او السكور. المره دي بيفاجئنا مفاجاه ثانيه برضو بعدد عدم وجود طبعا طارق حامد وزيزو ورمضان صبحي، لعيبه على مستوى كانوا على مستوى طبعا او ماشيين بصوره كويسه خلال الفتره اللي فاتت. انما هو زي ما بقول لك هو بيختار على حسب هو عايز ايه من الفتره القادمه، احتياجاته الفنيه للماتشات اللي داخل عليها. مش معنى ان هو ما يختارش للماتشات اللي داخل عليها، مش ان هو يعني اللعيبه دي لا مستواها اقل او مش في الصوره او لا بالعكس، بدليل ان احنا شفنا زي بقول لك قفشه ومحمد شريف، الناس كلها استغربت احسن اثنين الموسم اللي فات. صحيح. الهداف واحسن لاعب يتشالوا من المنتخب، طبعا كان فيه يعني مفاجاه كبيره. ومع ذلك الامور عدت، وان شاء الله الامور برضه هتعدي، لان الراجل احنا كل مادة بنعرفه وبنفهمه، وزي ما بقول لك هو بيختار اللي عايزه في الفتره القادمه او احتياجه للفتره القادمه القريبه. يعني احنا كنا يعني مع حضرتك وناقشنا تفاصيل كتيره جدا، ولكن اللي اكيد بنتمناه ان احنا نكون بنشوف موسم قوي لما يستكمل، ونشوف باذن الله ظهورين مميزين لمنتخبنا الوطني في المباراتين القادمين في التصفيات المؤهله باذن الله الى مونديال 2022. ونشكرك شكرا جزيلا الكابتن محمد حشيش، واحد من نجوم نادي الاهلي السابقين، نورتنا، وصباح الخير على حضرتك. بنشكرك طبعا كابتن محمد، ودايما كده منورنا وبنسعد بوجود حضرتك.